السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الأخوات، إن شاء الله أموركم بخير. اليوم أتكلم عن شريط أعيد نشره من طرف عدنان إبراهيم، وهو شريط له في مجال يعني أفهم فيه شيئا ما، أو أستوعبه شيئا ما، وهو مجال الاقتصاد. وحقيقة يعني عدنان إبراهيم هو من الناس الذين يعني استمعت لهم قبل 10 سنوات، و الطريقة التي يتحدث بها والثقة في النفس والأسلوب الدرامي والإحالات الكثيرة والمتعددة تجعل يعني من لا يحيط بالموضوع يعني يقول يعني هنا الحق، يعني هذا هو الحق والكلام الفصل في الموضوع. لكن يعني سرعان ما تبين بعد أبحاث قليلة أن الرجل يتعمق في المواضيع الكثيرة لكن لا يتعمق بما فيه الكفاية حتى يستطيع يعني الإتيان بأمر دقيق. وهذا يعني لم أكن أستوعبه حتى وقفت على بعض الحالات الغير دقيقة من طرفه وكلام غير دقيق. لكن اليوم يتحدث في موضوع يعني هو موضوعنا، موضوع الاقتصاد. والشريط الذي نشره هو عن قضية خلق النقود والنقود الائتمانية والديون والفيدرالي الأمريكي. فهو يقول أشياء يجب أن يعلق عليها، وفي 12 دقيقة نجد له 12 خطأ، وهذا يعني أمر صعب. وأترككم يعني مع الشريط حتى يتبين لكم الأمر وتتبين لكم التفاصيل. الحكومة الأمريكية لم تعد تقدر تسدد، المصرية لا تسدد أيضا، أنا لا أسدد، البنك، المؤسسة، الشركة لا تسدد. أب أب انهيار رهيب على جميع المستويات، في الشركات، في الوظائف، في كل شيء، ما عاد حدا يستطيع أن يسدد، ولا حدا حتى ربما يعطي. يحدث انهيار، يقولون لن تكون له سابقة في تاريخ الدنيا، الكل سيعاني، الكل حيصير عريان وجوعان وعطشان. هو يقول هنا الكل سيصير عريان وجوعان وعطشان، طبعا هذا يعني كلام درامي مبالغ فيه، لأن حقيقة الطعام الذي تنتجه البشرية يكفي لإطعام 12 مليار من البشر وليس فقط 8 ملايير. الأكثر عبثية وسريالية، ولولا أن مسؤولين أيها الإخوة حكوميين سابقين وفي مؤسسات اقتصادية كبرى أيها الإخوة، ولولا أنه في خبراء اقتصاديين عالميين أكدوا هذا ما صدقت، لكن هذه الحقيقة، هذه الحقيقة، وهو أكبر صدمة أيها الإخوة. من الذي يطبع في الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولارات الورقية هذه الغير مغطاة؟ المفروض وزارة الخزينة، تريجري، المفروض البنك المركزي. لا، في فرق، انتبه ما تخربطش. في البنك المركزي وفي التريجري، وزارة الخزينة، وزارة الخزينة حكومية صح، هذه مديونة يا حرام، مديونة، دمرت نفسها ودمرت شعبها، مديونة لمين؟ لا، بنك الاحتياطي الفيدرالي. طيب هذا فيدرال؟ لا، هذا برايفت، هذا بنك، هذا بنك شخصي، ليس حكوميا، ليس حكوميا، هذا ليس حكوميا، بنك تملكه جهات معينة، بالأحرى أشخاص معينون. هذا الذي كان يخاف منه واشنطن وتوماس جيفرسون، وهذا الذي شرعه للأسف الشديد أول وزير مالية أو وزير خزانة أمريكي هاملتون للأسف الشديد. 20 سنة أفشل البنك، ثم جاء أندرو جاكسون الرئيس الحكيم أيضا المخلص لشعبه وأمته جاكسون، وكان ضد البنك وظل وراهم حتى حطم البنك وهو على فراش الموت. سألوه وآخر كلمة قالها ثم أسلم الروح: ما هو أرجى شيء وأفضل شيء صنعته وأنجزته في حياتك؟ قال: لقد قضيت على البنك. I killed the bank. قتلت البنك. قضائي على البنك هو أحسن شيء سويته لأمريكا، وكان فاهم. طيب هنا يقول لنا إن أندرو جاكسون أفضل ما فعله هو القضاء على البنوك. غريب هذا الكلام يعني من عدنان إبراهيم، مفاجئ، خصوصا أن لديه يعني كلام غير ذلك، وسأضعه لكم يعني بعد بضع دقائق لتروا هذا الكلام. ولكنهم لم يستسلموا. 1910 يجتمع عشرة أشخاص من كبار أصحاب الرساميل بأسماء مستعارة
الناس عرفوا منهم إيه؟ جي بي مورغان في عزبته في جورجيا اجتمعوا 10، وحتى مورغان نفسه كان عنده اسم مستعار، كلهم بأسماء مستعارة، وقالوا لا، لابد إيه؟ أن نعيد قصة البنك، وحطوا مخططا جهنميا، وقالوا هذا البنك لابد أن نعطيه اسما نفهم به الشعب الجاهل الإغنورات المش فاهم حاجة لليوم للأسف الشديد لهم ولا شعوب العالم، إنه هذا بنك للدولة، بنك الحكومة، سميه فيدرال. فيدرال يعني إيه؟ اتحادي. فيدرال ريزيرف، الاحتياطي الاتحادي، بنك الاحتياطي الاتحادي، وببلع الطعم. وهكذا كان عندهم عميل في الرئاسة حينتخب بعد 3 سنين 1913 ويصبح إيه؟ رئيسا، وودرو ويلسون. هذا وقع على إيه؟ المشروع الخطير المخيف قبل أن إيه؟ يصبح رئيسا، حين انتخب الرئاسة وقع معهم. الله أعلم إيش أعطوه، كيف أغروه، المهم هو قص داخل في الأخر في العملية الأخطبوطية هذه. وقع على فرض ضرائب على الدخل، ضرائب على الدخول، الإنكم يعني، إنكم تاكس، ضريبة الدخل. ما كانش قبلها في ضريبة الدخل في أمريكا، تخيلوا، تشتغل تستثمر إلك، ما في ضريبة الدخل. الآن لأول مرة ضريبة الدخل، حتقول لي طبيعي طبعا ضريبة الدخل تذهب إلى المستشفيات، إلى المدارس، إلى البنى التحتية، إلى الناس هذه والناس المحتاجين والغلابة. لا، الشعب الأمريكي إلى اليوم تقول لي كيف الشعب هالأمة العظيمة اللي عندها مئات المليارات يعني بتنفق، هذه قبل بضع سنين 475 مليار على التسلح، أكثر مما ينفق العالم كله. حصل شيء زي هذا في التاريخ؟ حتقول لي طبعا لأنه في أوراق تطبع. لسه ما فهمناش احنا السر الصادم إلا جميعا. البصير كالتالي، يأتيك السياسي ويقول انتخبوني وأنا سأرفهكم، سأنفق عليكم، أنا سأعطي. ينتخبه الناس، هذا أهم شيء، أهم بند في الانتخاب، يعني في البرنامج الانتخابي، أنني سأنفق، ستعيشون في بحبوحة، في رغد من العيش، فالناس تنتخبه ويأتي هذا. في الحقيقة ليس عنده ما ينفق، عنده عجز، هو عنده إيه؟ عجز. هذا عجز الإنفاق، هذا عجز الإنفاق، deficit up some spending. هنا يقول الديفيسيت سبيندينغ هو العجز في الإنفاق. وحقيقة هذه الترجمة ليست دقيقة، لأن الترجمة الصحيحة للعجز في الإنفاق وفي الميزانية هو budget deficit. عجز الإنفاق، ماذا تفعل الحكومة الأمريكية من عشرات السنين؟ عشان لما تسمع أنت إيه تقول لي الدين الوطني في أمريكا أكثر من الدخل القومي السنوي، تفهمش ليش. طيب يعني الدخل عساس ايه 12 تريليون، والدين قديش؟ 14 16 17، اكثر، مصيبه. هذا سبب الانهيار الذي سيحصل حتما في يوم من الايام. ليش؟ ايش القضيه؟ القضيه انه بسبب العجز ايه في الانفاق ايها الاخوه، الحكومه تقوم بهذه الحيله كما قلت لكم، معقده لكن بسيطه، اذا فككتها ليست معقده، هم عقدوها، الناس لا تفهم. تصدر سندات، سندات باوندز بسموها، ومن المفارقات العجيبة أن الباند هذا السند في الأصل مأخوذ إيه؟ امباندج، معناها العبودية بالتراضي، تعطي إيه؟ رقبتك بالتراضي، وفعلا عبودية، عبودية حقيقية، يستعبد الشعب وأجيال أخرى لم تأتي. هنا يقول لنا السندات تستعبد البشر والزبناء والمواطنين، وهذا كذلك يعني كلام غريب ويتعارض مع الشريط الذي سأنشره لكم. لا يعلمها إلا الله. سندات ماذا هي؟ سندات بدين، طلب دين، قروض هي، تقول أقرضوني كذا وكذا وأنا سأرد إليكم في ظرف مثلا 5 سنين أو 10 سنين المبلغ زائد ماذا؟ الفوائد زائد. وتطرح هذه السندات في السوق، يعني مزاد، تعمل مزاد وكزون، تطرح الحكومة الأمريكية، تخيل هذه شغل الحكومة، تدبير هذا أو تدمير، تطرحها في السوق، تأتي المؤسسات المالية، تأتي الأبناك أو البنوك، وتأتي حتى إيه الدول الأخرى، الصين والهند وأي دول بدها مزاد. مين إيه يشتري، مين إيه يعطي ويأخذ بعدين إيه بفوائد، ماذا هو قرض، يعني دولة تقترض مثل ما يقترض أي واحد فينا. في العادة تفوز البنوك الكبيرة، البنوك إيه الأخطبوطات هذه الكبيرة، تشتري هذه السندات لا تحتفظ بها، بدورها تقوم هذه البنوك الكبيرة التي اشترت إيه سندات لتريجري. شو تريجري؟ وزارة الخزانة. مين بيصدر هذه السندات؟ وزارة إيه الخزينة أو الخزانة الأمريكية، يعني وزارة المالية الأمريكية، واضح؟ الغلبانة ما لهاش حيلة هذه،
بتصدر سندات تشتريها البنوك الآن، البنوك تذهب بها إيش؟ إلى الاحتياطي الفيدرالي، فيدرال ريزيرف بانك، بتقول له إيه؟ بدي أبيع وبفوائد أستفيد. بقول له ماشي الحال. طب هذا بنك الاحتياطي، انتبهوا، تذكروا دائما هذا بنك شخصي في الأصل لهؤلاء العشرة المجهولين، نعرف منهم إيه؟ جي بي مورغان ومين التانيين، والله على الحين كم واحد صاروا، بس هم بطلهم إيه؟ فئات قليلة جدا جدا، هذول لاحطين العالم، لاحطين أمريكا والعالم. هذا بنك شخصي، احفظوا هذا، بنك خاص، وهذا البنك المركزي الأمريكي لأشخاص يملكه أشخاص، لا تملكه إيه؟ الحكومة. وعلى فكرة وممنوع، ما بتقدرش حتى المحكمة العليا سبريم كورت تروح تفتش عليه، تقدر، ممنوع، ملهاش علاقة به، ولا السي اي اي ولا المباحث الفيدرالية ولا العسكرية، ممنوع، حصانة مطلقة عنده، ما عندوش موجودات ولا أموال، أموال بيخذها إيه؟ المستفيد، وبيعيشوا فيها طبعا، بيشتروا جزر وطائرات خاصة وأشياء، شغلات رهيبة، بيشتري هذه السندات تحت الخزانة الأمريكية من البنك المتوسط، وسيط، هذا الحين صار وسيط هو، بيشتريها وبعطيهم شيكات. طب الشيكات هذه على المكشوف ولا في برضو ايه؟ رصيد. فالحقيقة ما في عندهم رصيد، بس ايش اللي بيصير الان؟ هنا عاد انتبهوا، هنا تحدث عملية خطيرة جدا، سوريالية من لا تصدق، لكن هذا ما يحدث باستمرار للأسف الشديد وعلى الدوام، وتسميها الإدارة الأمريكية أساس المال، هذا الفاونديشن تبع المال، أساس، هذا أكبر أكذوبة. يتم هنا إيش؟ خلق المال من عدم، من لا شيء، بطباعة ماذا؟ الأوراق. هنا يقول لنا إن المال يعني يخلق بالطباعة، وهذا من طرف البنك المركزي الفيدرالي، وهذا حقيقة غير دقيق كذلك، لأن جل المال الائتماني والنقود الائتمانية التي تخلق هي من طرف البنوك الثانوية، يعني البنوك التي نتعامل معها كزبناء، وهذه البنوك يعني تخلق النقود بإذن من البنك المركزي في حدود، في حدود يعني كوك ريشيو، كذلك يعني في حدود معاهدة بازل الثالثة التي يعني تكون فيها يعني احتياطيات لازمة للبنوك حتى تخلق هذه النقود. من الذي يعطي أمرا لدار الصك؟ US Mint اسمها، US Mint، هذه دار الصك العملات في أمريكا. مين اللي بعطيها الأمر؟ اطبعي عملات، اطبعي لنا أي مثلا 500 مليون، Federal Reserve Bank، بنك الاحتياطي، البنك الخاص، بقول لدار الصك اطبعي لنا نص مليار، يلا هيا، بدي في ظرف أسبوع يكون عندنا أي نص مليار، بدنا نعطي البنوك، وبعدين برجع الايه الاف ار، هذا بنك الاحتياط، على مين؟ على الخزانه الامريكيه، بقول عندي سنداتك، هاتي مع الفوائد، الخزانه الان الامريكيه كيف حتسدد بنك الاحتياطي الديون تبعتها اللي اصدرتها بالصكات هذه؟ شوفنا قصتها مع الفوائد، عاد فوائد مركبه مرهقه جدا جدا، احيانا تضعف الدين اكثر من مره، كيف بسددوها؟ عرفوا القصه، والضرائب تاكسس، ادفعوا ضرائب، ادفع 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 ادفع. هتقول لي يعني بشكل عام ضرائبنا احنا كشعب ما بتروحش إلنا، معظمها لا يذهب لنا، بيذهب لمين؟ لبنك الاحتياط الفدرالي. هنا يقول لنا ان معظم ضرائبنا تذهب للبنك الاحتياطي الامريكي، وهو يتحدث عن يعني الامريكيين طبعا، وهذا غير صحيح، لأن الضرائب يعني تذهب في أشياء كثيرة، ولا تذهب فقط لسداد الديون ولسداد الفوائد على الديون طبعا، وإن حللنا الميزانية سنجد أرقام مختلفة، مثلا في دول مختلفة نجد ربما 10% 20% من الميزانية تذهب لسداد الديون والفوائد على الديون. بخذوهم، الله 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 الله، ايش القصة هذه؟ ايش المصيبة هذه؟ هذا ما يحدث بكل بساطة، بكل، ولذلك امريكا فيها من سنوات طويلة زهاء 40 مليونا فقراء، لا لاقين ياكلوا ولا يلبسوا ولا وين يباتوا، مساكين هومليس، 40 مليون، 40 مليون في اقوى قوة اقتصادية على اساس في العالم، واقوى قوة ايه؟ امبراطورية في العالم، 40 مليون فقراء معدمون، هذا اساس القصة، اساس اللعب كله،
لكن متى سيستمر؟ إلى متى سيستمر هذا يا إخواني؟ هذه القصة الآن تسمعون أحيانا في الأخبار أشياء لا تفهم، يقول لك إيه في نقاش حاد واحتد النقاش في الكونغرس تحت قبة الكونغرس عن إيه؟ عن موضوع سقف الدين، debt ceiling. في نهاية المطاف النظام نفسه مصمم لكي تزداد القروض وتزداد الفوائد، تزداد القروض وتزداد الفوائد باستمرار. هنا يقول لنا إن النظام مصمم لتتضاعف الديون، وهذه المسألة كذلك من المسائل التي نستغرب لها مقارنة مع فتواه في التعامل مع البنوك التي سأنشرها لكم. على فكرة الآن فهمتم ما هو الانفليشن إذن؟ التضخم؟ التضخم بعبارة واحدة مجرد زيادة في ضخ الأوراق النقدية هذه. هنا يقول لنا التضخم مجرد زيادة في ضخ المال، وهذا يعني خطأ وغلط فاحش. لماذا؟ لأن التضخم ليس فقط مجرد زيادة في ضخ المال، الزيادة في ضخ المال والدورة الربوية وخلق الائتمان بالنقود الربوية هذا شيء طبعا هو من أول عوامل التضخم، والفائدة أول عامل من عوامل التضخم طبعا، لكن هذا الشيء هو جزء كبير لكن ليس الجزء الوحيد من التضخم. التضخم له عوامل خارجية وعوامل داخلية، عوامل هيكلية وعوامل عابرة. مثلا من العوامل العابرة الحروب، نقص الموارد، سوء الإنتاج، الإعصارات والزلازل التي تنقص من الإنتاج والتوقعات كذلك. فالعوامل كثيرة جدا في التضخم، سواء كانت مثلا سياسات الوطنية، السياسات الانكماش، سياسات التقشف أو سياسات التوسع، هذه مسائل متعلقة بكل بلد وسياسات حكومته. فبالتالي هذا الكلام غير دقيق البتة. التضخم ليس مجرد زيادة في ضخ المال، بل هذه الزيادة هي العامل الرئيسي بناء على الفوائد الربوية، بناء على الفوائد الربوية التي تجعل منها الزيادة شيء مربح للبنوك. سبلاي تبعها الإمداد، يعني بسموه إيه؟ إمداد العملات، currency supply، زيد increase، زيد بصير تضخم فقط. مين بدفع إيه؟ الضريبة المسكين. مين بدفع كذا؟ أنت وأنا. جهودنا بتروح في الهواء، معظمها بتروح في الهواء. من المستفيد؟ المستفيد هؤلاء فقط الذين يملكون إيه؟ طبعا في عنا إيه موضوع البنوك بعدين عاد، حتى البنوك نفسها عاد وكيف تلعب، هذه قصة ثانية ربما إيه مشابهة جدا جدا يا إخواني، نفس الشيء تقريبا، لكن للأسف الوقت أصبح إيه ضيقا. هذه الحقيقة يقول الخبراء والمختصون كلهم الآن يحذرون إنه هذا النظام الآن على وشك أن ينهار. في لحظة معينة بتوقف الإيه الإنفليشن، يعني أمريكا بيقول لك سقف الدين، إلى متى حتبقى إيه الحكومة تستدين؟ بيقول لك دين وطني، اللي بسمع بيقول لك دين من الشعب كله، يعني أبدا هو دين من إيه الاحتياطي الفيدرالي الذي يملكه أشخاص معدودون، أشخاص محددون، الناس يجهلون هوياتهم، مش معروفون من هم الآن، أحفاد أولئك طبعا وأحفاد أحفادهم، لكن من هم لا أحد يدري، بظلهم محدودين جدا جدا جدا. قال لك هذا السقف إلى متى؟ هل ممكن نرفعه زيادة ولا خلاص طب وقف؟ لأنه إلى متى تبقى إيه الحكومة إيه تستدين؟ مش معقول ديونها الآن أكثر من ماذا؟ من الدخل إيه القومي السنوي. كارثة كبيرة هذه في الحقيقة، حيتوقف في يوم من الأيام إذا توقفت الحكومة عن إيه؟ عن الاقتراض. حيصير ماذا؟ يتوقف إيه الإمداد بماذا؟ بالأوراق، يعني طباعة الأوراق هذه الفارغة حيتوقف، ولا مش صحيح؟ إذا توقف إيش حيصير؟ الناس برضو حتبطل إيه؟ تقترض. الآن على فكرة حتقول لي كيف في إقراض في أمريكا وتقريبا سعر الفائدة أحيانا بصل صفر من لا شيء، وبعدين بيستعبدوك هم وبأخذوا جهودك وبأخذوا بيتك وسيارتك وعرقك وتعبك كله بالفوائد المركبة هذه. هنا يقول لنا هذا النظام البنكي يستعبدنا بالفائدة، وهذه الملاحظة الثالثة أو الرابعة التي قلت لكم فيها، سأنشر لكم المقطع الذي يتحدث فيه هو وفتواه عن فتواه في التعامل مع البنوك، ويناقض تماما هذه المواقف التي جاءت في هذا الشريط. وحقيقة نتأسف لأمر مهم، وهو أنه يقول الفائدة ولا يقول الفائدة ربوية البتة، كأنه من أولئك الذين يفصلون بين الفائدة والربا، وهذا الفصل لا أصل له لا لغة ولا اقتصاديا. فقل ربوية يا أخي،
قل ربوية. وهنا سنرى أن عدنان له رأي آخر وفتوى أخرى أترككم معه. بدناش نعيش ولادة في نفس المستوى. عندك فرصة هاي ذهبية حبيبي، ادفع 925 سنة بتاخذ بيت اللي بدك إياه حقه مثلا 300,000 400.5 مليون أحيانا. طيب جميل، قال لك لا حرام في فائدة. حرام في فائدة كويس، أما مش حرام أدفع 900,000 يورو طول حياتي وأطلع المرد بين أخلص الورق قدام. ما شاء الله على الفقه، هذا فقه جميل جدا رهيب، هذا الفقه يحقق مصلحتي فعلا. هذا فقه غبي بالطريقة هذه، مش صحيح هذا. لا بعطوك سعر فائدة صفر تقريبا، أحيانا سعر فائدة صفر لأنه مش مال حقيقي، لكن جهدك حقيقي وبروع عليك وبروع أولادك. واضح؟ هنا يقول يعني يعطونك فائدة وإن كانت لا شيء، وهذا حقيقة يعني الفائدة لا تكون لا شيء، خصوصا في التعامل مع المواطنين. الفائدة تكون دائما إيجابية، ودائما البنوك الثانوية يعني البنوك التي نتعامل معها لها ربح، لأنها ليست مؤسسات خيرية. فلا يمكن يا عدنان أن تعطينا البنوك فائدة بصفر، هذا يكون فقط بين المركزي والبنوك الثانوية بشروط وفي ظروف تضخم سلبي. فهذا الشيء اللي هو الفائدة الصفرية هذا شيء لا يوجد في البنوك الثانوية، لأن البنوك الثانوية مؤسسات ربحية وتربح. فإذا توقف هذا الناس حتوقف عن ماذا؟ على الاقتراض. إذا توقفنا على الاقتراض أنت عارف كل دولار كل جنيه أنت بتقترضه هتنفقه، إذا أنفقته حيكسبه واحد ثاني، وهكذا بصير في ماذا؟ في حركة، في نوع من الحركة. كل هذا حيبدأ عاد يتوقف شيئا فشيئا، دخلنا في طور بسموه ديفليشن، عكس الانفليشن اسمه الانكماش. هنا يقول الديفليشن، والديفليشن حقيقة هو يقول ديفليشن هي الانكماش، وهذا غلط. الانكماش هو ريسيشن، يعني هو تراجع الانتاج الاقتصادي. الديفليشن هو نقصان تقلص قيمة الأسعار، يعني الزيادة في القدرة الشرائية للنقود، وهذا شيء نادر ما يقع لكنه يقع في أحيان كثيرة، وهذا الترجمة غلط فاحش من الناحية الاقتصادية. ويعني استغرب كيف يعني يقع الانسان في هذه الاخطاء هذه. ايش الديفليشن؟ باختصار ايضا يصبح الحجم الاجمالي للطلب اقل من الحجم الاجمالي ماذا؟ للعرض، ولا مش صحيح؟ الان العمله تصبح ماذا؟ شحيحه، ترتفع ماذا؟ قيمتها، بتنزل ايش؟ الاجور والمرتبات، هذا ديفليشن ولا مش صحيح؟ الان ايها الاخوه ممكن يجتمع عندك الانفليشن مع الركود في البداية، لأنه إذا قيمة العملة أصبحت ضعيفة، قدرته الشرائية ضعيفة، يصعب ماذا؟ كسب المال، جني المال، لأنه أنا مرتب 1500 يورو ولا مش صحيح؟ قبل 10 سنين كنت بقدر أشتري فيهن 10 أشياء، الآن بشتري 6 أشياء، الآن سأقتصد في ماذا؟ في الشراء ولا مش صحيح؟ بصير إذن الكسب يكسب بعضه من بعض، الشراء كذا، الحركة، التداول الأخيري، أو بسموه الترانزاكشن أو أكشنز، يعني المعاملات هذه تقل تقل تقل، لما نيجي كما قلنا نضطر نيجي على الديفليشن إذا وقفت الحكومة الاقتراض، أو وهو الأسوأ يقولون تعلن إفلازها. طبعا إذا وقفت إيش حصير؟ إذا وقفت الحكومة وقفت الاقتراض، هل البنك الفيدرالي حيوقف طلب استحقاقاته؟ لا، هاتي للخزينة هاتي. وهل حتوقف البنوك اللي انت استدنت منها ثمن بيتك وسيارتك واكلك وطعامك وشرابك ولباسك، حتوقف برضو طلب بديونها؟ ابدا، هات هات هات، ولا مش صحيح؟ بصير كل الجهد كل التعب تبع الحكومه وتبع الشعب فقط يذهب لماذا؟ لتمويت الدين، وفي الاخير ينتهي المال هذا كله ويبقى ماذا؟ دين كثير، ما فيش كيف نسدده، يحصل ماذا؟ الكولابس، الانهيار. بح! اذا انهار الدولار انتبهوا عاد، وهي طريقه انهياريه. إذا انهار الدولار تنهار كل العملات العالمية تقريبا، لأنها مرتبطة به، ولا صحيح؟ يقول لك الجنيه المصري وكذا كذا، وعندنا احتياط العملة الصعبة. شو العملة الصعبة؟ الدولار بالذات. هنا يقول احتياطي العملة الصعبة هو الدولار بالذات، وهذا غلط،
لأن احتياطي العملة الصعبة قد يكون من الدولار، قد يكون من الين، قد يكون من اليورو، قد يكون من الفرنك السويسري، قد يكون من عملات أخرى كثيرة. وهذا هو الواقع عموما في البلدان كلها. لا توجد، لن تجد بلدا يجعل الاحتياط المركزي كله بالدولار. هذه مخاطرة كبيرة، ولذلك نسميها السلة، يعني سلة العملات. الاحتياطي حيصير هذا قيمته ولا شيء، هذا انهار. والله صحيح، الحكومة الأمريكية لم تعد تقدر تسدد، المصرية لا تسدد أيضا، أنا لا أسدد، البنك، المؤسسة، الشركة لا تسدد. انهيار رهيب على جميع المستويات، في الشركات، في الوظائف، في كل شيء، ما عاد حدا يستطيع أن يسدد، ولا حدا حتى ربما يعطي. يحدث انهيار، يقولون لن تكون له سابقة في تاريخ الدنيا، الكل سيعاني، الكل حصير عريان وجوعان وعطشان. جي أف كينيدي قتل، وحضرت أفلام أنتوا قرأتوا كتب، وليش قتل؟ ما لا يقال لنا في العادة أنه قتل حقيقة، هذا هو الأرجح، لأن الرجل وقع قانون 1-1-1-1-0، قانون يعني 11-11-0. هذا القانون بموجب هذا القانون يحق فقط للخزينة الأمريكية للتريجري إصدار عملات حقيقية مغطاة بالذهب. يعني هو وقع قانونا شن به حرب على ماذا؟ الاحتياطي الفيدرالي. بعد بضعة أشهر قتل الرجل. جاء بعدين رئيس آخر أبطل قانون كينيدي لكي يعيش ويعيش المستفيدون. وسألوا عن المستفيدين وقد عرفتموهم. الآن أعتقد ستفهمون لماذا أيضا هذه الخطوة العجيبة الغريبة التي بموجبها ستحاك المملكة السعودية، وسوف يتم وضع اليد على أرصدتها وأموالها هناك، مئات المليارات من الدولارات، وربما يرهن بترولها 50-60 سنة أيضا، هي عمر أو ما تبقى من عمر هذا البترول. تفهمون لماذا؟ لأنه في أزمة هناك حقيقية، أزمة يريدون افتعال حروب، التلويح بحرب نووية أيضا. الحقيقة لا علاقة لها لا بالعرب، نحن أغبى، نحن مغفلو العالم على فكرة، نحن الذين يلعب علينا ويلعب بنا. القضية كلها هي هذا، قضية اقتصاد ومنافع، لا لها علاقة بأيديولوجيات ولا بإديان ولا بكذا. كل هذه وسائل نحن للأسف نقدمها بغبائنا بعض المسلمين وبعض العرب لكي يشتغل المخطط ويستمر المخطط يطحن. في الختام، يعني حقيقة يعني عدنان إبراهيم حتى في هذا الشريط الذي هو ليس من فنونه وهو في مجال الاقتصاد له نفس الدرامية التي يستعملها طبعا لا يمكن أن يختم شريطا من أشرطة عدنان الكثيرة. طبعا الشريط يختم بطريقة يعشقها عدنان وهي جلد الذات. نحن مغفلون، المسلمون متخلفون، لا يصلحون لشيء، ودائما بنفس الثقة في النفس. ودائما الشريط هنا كذلك، وإن كان في غير فنه، وهو هو طبيب حقيقة لا علاقة له بالاقتصاد، له نفس الأسلوب الدرامية، وهو يحسن هذا الأسلوب في الحقيقة، والثقة في النفس وجلد الذات. وهذه معلومة حقيقة يعني من فتش عنها يجدها في اليوتيوب، هذه المعلومات التي تتعلق بالفيدرالي الأمريكي. وبحثه في هذا الشريط هو بحث محترم، لكن لا يصلح لأن يكون مادة لإلقاء ولتوعية الناس. لماذا؟ لأنه غير دقيق، يعني يفسد بعض المعاني ويكثر من الأخطاء، وهذا الذي أبعدنا عنه حقيقة، لأنه في الظاهر يظهر عدنان بتلك الثقة وتلك اللغة النقية وذلك الأسلوب الدرامي، يعني هو جذاب. لكن والمعلومات التي تكون عنده هي معلومات شبه دقيقة، يعني معلومات شبه دقيقة، لكن الواقع مع التنقيب لما يأتي المتخصص في ميدانه كما يكون في مثلا في الفقه أو في التاريخ، وكما فعل ذلك يعني الأخ أبو عمر الباحث، وأحيلكم إلى أشرطته وبعض الأشرطة اسمها عدنان يجيب عدنان التي يصد فيها تناقضاته، وكذلك يعني كثير من الأشرطة التي يبين فيها كيف يعني عدنان إبراهيم
ربما يدلس، ربما يكون غير دقيق، ربما يخطئ، وأخطاء كثيرة وفاحشة تجعل الإنسان يتريض. لكن لماذا أحببت أن أعلق على هذا الشريط؟ لأنه في مجال يعني أفهمه، وأكثر فيه الأخطاء ربما كما قلنا يعني تقريبا 12 خطأ في 12 دقيقة. وبالتالي يعني تبين من جديد كيف تلك الدرامية والثقة في النفس وجلد الذات لا ينفعون مع الموضوع الذي لا يكون في تخصصك. ويعني أنصح بالأخذ من عدنان إبراهيم في تخصصه وهو الطب، يعني إن كان إنسان مريض في تخصص عدنان إبراهيم يذهب إليه، هذا هو الشيء الذي سمعنا أنه متخصص فيه. هذا فقط ما بلغنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله أن يبارك فيكم ويهديه إلى طريق المستقيم، ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، ويجعل أعمالنا مخلصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.